اهلا بيكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي. وحشتوني وحشتوني لان يمكن كنت فتره كبيره غايب عنكم. كنت اتمنى ان اكون موجود في كل فتره معاكم لان الظهور على قناه النادي الاهلي له شكل مختلف واداء مختلف. تعودنا مع بعض فترات طويله نتكلم في كل حاجه وفي كواليس وفي اخبار وفي حواديت، لكن النهارده بكلمكم في الاهلي في كل مكان. الاهلي في كل مكان، ودي الاطلاله الجديده اللي طالعين بيها النهارده، طالعين بيها في فترة انتقالية علشان هيكون في مفاجآت وهيكون في قناة تليق بكل جماهير النادي الأهلي في الفترة المقبلة. أستاذ حامد عز الدين، الأستاذ أيمن بدرة، فريق عمل كبير جدا بيجهز لكم كل اللي عايزين تشوفوه على شاشة قناة النادي الأهلي. هنستحمل بعض الفترة الجاية في بعض الأمور علشان التطوير ما بيجيش من يوم وليلة، لكن بنوعدكم في أسرع وقت هنكون عند حسن ظنكم وهنكون عند البراند الكبير والاسم الكبير اللي اسمه النادي الأهلي. علشان كده بنبدأ معاكم ببرنامجنا النهاردة الأهلي في كل مكان. الأهلي في كل مكان، الأهلي في الدنيا كلها. صدقونا كل ما نروح أي حتة، سواء كانت بطولات عالم أو في أي حتة أو موجودين في حتة ونتكلم على النادي الأهلي، تلاقي للنادي الأهلي جماهيره ومكانته في كل مكان. والكلام ده مش من النهارده ومش من امبارح، الكلام ده من سنه 1907. في برنامجنا النهارده هيكون معانا في البدايه حديث كده عن بعض الاخبار السريعه وبعض التقارير، وهيكون ضيوفنا النهارده في بدايه الحلقه هيكون الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير والاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير، ثم الختام مع الفقره الثانيه والأستاذ ناصر محمد ناصر الناقد الرياضي البحريني، واللي هنتكلم مع ضيوفنا عن المباراة المرتقبة أتلتيكو مدريد وكمان الأهلي في كل حتة. يمكن مفيش حاجة محضرها بالظبط عايز أقولها لكم، لكن لما يتقلك هتكون موجود يا إيهاب على شاشة قناة النادي الأهلي. هيبقى عندك إيه؟ تعظيم سلام، موجودين إن شاء الله الفترة جاية تكون كويسة، تكون في خريطة برمجية يعني تكون ترضي طموحنا كلنا، طموحنا نفسنا نقدم لكم حاجة تحبوا تشوفوها، طموحكم انكم تشوفوا كل حاجة على شاشة قناة النادي الأهلي. تعرفين ان كل وقت بيكمل الوقت التاني، كله بيكمل كله علشان المستقبل. ودايما كنت بقول لكم جملة كده، اللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حتة. ان شاء الله هيكون لينا برنامج خاص بعد كده نتكلم فيه عن المضمون اللي احنا عايزين نتكلم فيه. يمكن في البداية قبل ما اتكلم عن بعض الموضوعات اللي معايا،